توقع المركز الوطني للأرصاد استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة مع سماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، كما توقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. إلى ذلك أوضح المركز الوطني للأرصاد أن مدينة القريات سجلت اليوم 0 درجة مئوية، وبيّن أن مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم كانت القريات وطريف وعرعر والقيصومة وسكاكة ورفحة وتبوك ونجران. وللحديث أكثر ينضم إلينا من المدينة المنورة محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عبد الله أبو هيلة. حياكم الله أستاذ عبد الله. لنبدأ من الرياض العاصمة، هل زالت الموجة الباردة التي يعني حلت خلال الأيام الثلاثة الماضية؟ مرحبا بك أستاذ عبد الله وبمتابعي قناة الإخبارية. طبعا الحمد لله في هذه الأيام الحالة في الطقس مستقرة بوجه عام، مع تشهد أن معظم أجواء المملكة هذه الأيام ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ارتفاع بسيط بمعدل 3 إلى 5 درجات مئوية، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى في أواخر هذا الأسبوع تحديدا من مساء يوم الخميس أن تشهد تقلبات جوية على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة والأجزاء الغربية تشمل منطقة ما تبوك والمدينة المنورة وكذلك منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية بالتحديد منها، حالة مطرية مصحوبة برياح نشطة فهي متوسطة في معظمها. نعم. وتلي هذه الحالة طبعا انخفاض في موجة ثانية إن شاء الله في مطلع الأسبوع القادم، سوف يتم التنويه عنها إن شاء الله بالتقارير الحقيقية إن شاء الله بإذن الله. موجة باردة تقصد؟ نعم، موجة باردة إن شاء الله. يتوقع أن تشمل أي المناطق؟ على أي المناطق؟ على الأجزاء الشمالية تبدأ، فهي سوف تشمل معظم مناطق المملكة الموجة هذه، بس فحتكون أشدا على الأجزاء الشمالية من المملكة بإذن الله. اليوم سجلت 0 في القريات، هل ستكون أشد؟ لا، في الأيام هذه إن شاء الله سوف ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات، في خاصة على الأجزاء الشمالية من المملكة. نعم. نتيجة تأثر أجواء المملكة بمنخفض إن شاء الله قادم، هذا المنخفض هو مصحوب طبعا بأمطار إن شاء الله تحديدا يوم الخميس بمشيئة الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى. محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عبد الله أبو هيلة، شكرا جزيلا لك.